هيئة الشراء الموحد عملت حاجة جميلة جدا. انت بدل ما انت كنت كل جهة على حدة، بقى في هيئة، الهيئة دي بتقدر ان هي المتحكمة او اللي بتورد لجميع المستشفيات والمراكز اللي موجودة في مصر. فده طبعا خلاها ان هي تقدر تنزل في اسعار الأدوية، فالأدوية بقت في متناول الجميع. في البروتوكولات العلاجية لسرطان الثدي، الأدوية اللي توفرت هي اللي محطوطة في البروتوكولات العالمية. يعني لما حضرتك تبص على الجايد لاينز والاسترشادات الامريكيه والاوروبيه، هتلاقي هي نفس الجايد لاينز او البروتوكولات العلاجيه اللي كانت موجوده او اللي موجوده دلوقتي وبتتبع في سرطان الثدي وفقا للمبادره الرئاسيه. وده شيء يدعو للفخر حقيقي، يعني لان ده خلى السيده بدل ما تقعد تشيل عبء او العيله تشيل عبء، طب انا هجيب التكلفه منين؟ هي بتروح بتوفر لها ده على نفقه الدوله. على نفقة الدولة؟ على نفقة الدولة يعني بالكامل. لا قدر الله لو حد بيعاني من هذا المرض يروح، أو يعني السيدات تحديدا في هذا النوع تحديدا اللي هو سرطان الثدي، ده علاجه على نفقة الدولة من أول ما هتتشخص لحد ما هتتعالج بالكامل، مش هتدفع جنيه، كله على نفقة الدولة. طيب أنا برضو ببقى مشغول حبتين بالطريقة، وده برضو نتيجة التجربة اللي كانت عندي مع بابا الله يرحمه. الطريقة بتاعة الدكتور لما يشخص ويتأكد، طبعا في الأفلام ويقول الخبر، يروح قايل له بقى الخبر. فأنا ليا صديق عزيز جدا الدكتور هشام الغزالي، هشام حبوب، بس هشام تركيبته كده، يعني هو خلقته شخص لطيف ومهذب وجميل ويقعد يهزر وما يحسسكش ان في حاجه. وبعدين شفته هو بيتكلم مع الناس وهم في العياده، ما بيخشش جوه، لكن بشوفه هو قاعد عمال بيهزر، الناس خارجه مبسوطه ومبتسمه. فانا حتى اقعد اضحك. في مره قلت له طب انت بتقول لهم ايه؟ قال لي كل حاجه وليها طريقه، هي المهم انك انت تطمنه. قلت له طب لو جاي لك في ستيج وحشه خالص يا هشام؟ قال لي برضه طمنه برضه. بالظبط. بتعملوا ايه يعني الدخله دي؟ هي الفكره ان احنا دايما، انا دايما حتى بقول الجمله دي، احنا الناس اللي دايما بنديليفر الباد نيوز، يعني دكاتره الاورام عامه، انت اللي بتقدر، انت اللي بتقول الخبر. فبالتالي لازم يبقى عندك الطريقه اللي تقدر توصل بيها المعلومه، بس مش بشكل صادم تخلي المريض يعني يكره المرض. مش زي الأفلام. انت عندك صراحه. لا لا لا. واللي بيميز الدكتور الشاطر على فكره من اللي مش شاطر، طبعا طبعا ان هو يبقى شاطر في مادته وفي علمه، ولكن كمان من جزء من دوت ان هو يبقى قادر يتعامل مع المريض، عنده كوميونيكيشن كويسه. بتقدر، مش معنى كده ان احنا نضحك على العيان طبعا، لا، احنا بنوصل الرساله بس بالطريقه اللي يقدر يتقبلها ويبقى فعلا عايز يتعالج وفعلا بيثق فيك او بيثق في الدكتور اللي بيعالجه يعني.